وبركاته. يمكن السمات. كيف تصنع مستقبلك؟ الخوارزمي، الدكتور علي مصطفى مشرفة، أبو القاسم الزهراوي، دكتور نبيل أحمد فليفل، مريم الاسترلابي، وحياة سندي، علماء وعظماء مسلمين سطروا بإنجازاتهم وعلومهم في صفحات التاريخ بخيوط من الذهب، صفحات مستحيل تمحى مهما كانت عوامل التعرية. كثير سمعنا قصصهم وقصص إنجازاتهم، لكن كيف ممكن نكون مثلهم؟ كيف نقدر نوصل للي وصلوا له؟ كيف نقدر نغير مسار التاريخ لأمتنا؟ كيف نقدر ننهض فيها؟ الحل هو القاسم المشترك اللي جمعهم كلهم، إنه كان عندهم برنامج أهداف منظم لحياتهم. كثير من الناس ما عندهم برنامج أهداف منظم لحياتهم، بل حتى إنه ما عندهم أهداف. طيب ليش؟ السبب الأول هو الخوف. كثير ناس يخافوا إنهم يفشلوا للوصول لأهدافهم. كثير في ناس يخافوا إنهم يواجهوا الظروف اللي هم فيها. هم ما اختاروا إنهم يكونوا في ظروفهم، لكن هم يقدروا يختاروا إنهم يواجهوها. كثير في ناس يخافوا إنهم يواجهوا مجتمعهم، يخافوا الانتقاد، يخافوا المثبطين، يخافوا حتى المشككين فيهم. تذكر دائماً إن ما في عظيم غير مسار تاريخ أمة إلا واجهته صعوبات، سواء كان هذا العظيم خيالي أو حقيقي. واجهته الصعوبات، واجهته التحديات حتى من أقرب الناس له. السبب الثاني إنهم ما كانوا مقتنعين أساساً بأنه لازم يكون عندهم أهداف. كثير مننا ممكن يسافر بالطيارة بالرغم من إننا مقتنعين إنه وجود الطائرة في الجو في نسبة خطورة. طبعاً كلنا عارفين إن الطائرة ممكن تنزل بسرعة أكبر بكثير من سرعة صعودها، إذن في خطورة بوجودها في الجو، لكن في خطورة أكبر على هذه الطائرة إذا كانت موجودة على الأرض. كلنا نعرف أن الطائرات تتلف بسرعة أكبر من إتلافها إذا كانت في الجو، إذن في خطورة، لكن ما نقدر نستغني عنها من لعظم الفوائد اللي قاعدين نحصلها من وراها. نفس الشيء الأهداف، وإحنا كمان نفس الشيء. إحنا خلقنا لنطير، ننطلق، ما خلقنا أن نكون مكاننا، خلقنا أن نعمل، نبني مجتمعنا، نبني أمتنا، نبني حضارتنا. في مجازفة أنك تحط أهدافك، مجازفتك أنك راح تواجه مجتمعك، راح تواجه ناس كثيرين راح يكونوا إما مشككين إما مثبطين أو حتى حاسدين لك. في كاتب شهير وقانوني اسمه أوليفر ويندل هومز، كاتب اسمه عشان أنساه، هذا الكاتب قال كلمة جدا رائعة، يقول أكبر خسارة وأفتح خسارة لمجتمعنا هو هدرنا، هو ما هو هدرنا للموارد البشرية، هدر الموارد البشرية خسارة فادحة، لكن الخسارة الأفتح هو هدر الموارد الإنسانية، بس لأننا مو قادرين نستوعب قدرتنا الخاصة أننا نوجه القدرات الإنسانية اللي عندنا في اتجاه معين. في فرق كبير بين الإنسان والطبيعة. نحن نستهلك موارد الطبيعة الطبيعية باستخدامنا لها، لكن موارد الإنسان الطبيعية إحنا قاعدين نهدرها بعدم استخدامنا لها أبداً. في ناس كثير يجي يروح للدوام اليوم لأنه هذا اللي سواه أمس، لكن اليوم ما راح يكون بالجودة اللي كان عليها أمس. هذه الأكثرية الهائمة ممكن نأكد عليها بتجربة قام فيها عالم طبيعة فرنسي. التجربة تبين إيش؟ مشكلة الأكثرية الهائمة وهو الخلط بين النشاط والإنجاز. جاب يسارع موكبية حشرات تسمى بهذا الاسم لأنها تتبع بعضها البعض بشكل موكب. صفهم في صف وحطهم حول حوض فيه زهور، شكلوا دائرة مغلقة
وقاموا يدوروا ويدوروا حول الحوض هذا. كان في منتصف الحوض إبر الصنوبر، إبر الصنوبر هذا يشكل الغذاء لليسارع الموكبية هذه. ظلت الدور والدور والدور اليسارع الموكبية لمدة 7 أيام كاملة بلياليهم إلين هلكت من الجوع والإرهاق، بالرغم من أن طعامها كان موجود على بعد 15 سنتي عنها، ماتت جوع. هذا لأنها خلطت بين النشاط والإنجاز. أبغاكم تتصوروا معي شركة كبرى مثل جوجل، لو واحد سوى مقابلة مع رئيس مجلس إدارتها وقال له كيف قدرت تصير أنك توصل لأنك تصير رئيس مجلس إدارة جوجل، هل تتوقعوا أنه في يوم من الأيام ممكن يجي يقول والله أنا شفت في تقديم على الوظيفة وقدمت وبس يعني وبدأت أترقى وهذا أنا صرت رئيس مجلس الإدارة؟ مستحيل. في كثير ناس يظنوا أنه بذهابهم للعمل وأنهم يقدموا أفضل ما يستطيعوا أنه هذا بيوصلهم للنجاح، خطأ. أنا أؤيد كلا الأمرين، لكن أفضل ما تستطيع يتطلب منك الإعداد والتخطيط والإدارة. في عام 1953 ذكرها الأستاذ ثامر في دراسة قامت فيها جامعة يال للطلاب الخريجين، عشان وطرح عليهم أسئلة بأنه إيش اللي هم قاعدين يقوموا فيه في طريق أهدافهم. 3% من طلاب الجامعة هم اللي قاموا بخطوات حقيقية تجاه تحديد أهدافهم. كانت الخطوة الأولى عندهم أنهم حددوا الهدف، حددوا أهدافهم، وتحديد الأهداف يتضمن تدوينها. إذا أنت ما تعرف تحدد أهدافك ما هي مشكلة، بالعكس هذا مو عيب فيك، لكن العيب فيك أنك تقعد عند هذا الحد. ممكن تحدد أهدافك بطريقة عكسية، حدد إيش الأشياء اللي أنت ما تبغاها وحط الأشياء المقابلة لها، عالج الأشياء اللي أنت ما تبغاها بأنك تطلع عنها للأشياء اللي أنت تبغاها ورتبها. بعد ما ترتبها تلقاها ترتبت معك حسب الأولوية، وكل هدف من الأهداف اللي يكون موجود عندك عطيه فوائد. ليش تبغى الهدف هذا؟ إيش بتكسب من وراه؟ الفوائد تولد عندك الرغبة، والرغبة هي الوقود اللي يخليك تندفع نحو هدفك. ثالث شيء سووه 3% إنهم حددوا العوائق. في حقيقة إيش تقول؟ إنه في بينك وبين هدفك عائق، ولا لكان وصلت له. الشيء الرابع اللي سووه هم إنهم حددوا حاجتهم من المعلومات. في دائما عندك معلومة ناقصة تجاه أي أمر أنت تبغى تخطط له، ابحث عن المعلومات اللي ناقصة عشان تكمل أهدافك. الشيء الخامس اللي سووه 3% إنهم حددوا مجموعات دعم. مين هم الأشخاص؟ مين هم المؤسسات؟ مين هم الفرق اللي أنت تحتاج إنك تكون معاهم عشان تقدر توصل لأهدافك؟ يد واحدة عمرها ما تصفق. عمرك لا تتخيل إنك لحالك تقدر توصل لأهدافك. الشيء السادس اللي سووه إنهم رسموا خطة عمل. أبغاكم تتخيلوا معاي شغلة. مدربين لفريقين متنافسين على بطولة العالم. كل المدربين قبل المباراة بيوم يجمع أعضاء الفريق ويقول لهم يا جماعة إحنا بكرة عندنا فريق جدا قوي، لازم نخطط له، لازم نعمل له عشان نقدر نفوز عليه. هذول يخططوا وينجزوا ويطوروا خطة عمل ليوم واحد. أنا هنا قاعد أكلمكم عن خطة عمل لحياة مو ليوم. عيش عشان تنجح، لا تخلي نجاحك عشان تعيش. الشيء السابع والأخير اللي سووه 3% إنهم حددوا تاريخ. حدد تاريخ متى ممكن تكون وصلت لهدفك. تحديد التاريخ يعطيك قدرة على تقييم وضعك، يعطيك قدرة أقوى حتى على التخطيط. بعد 20 سنة قامت دراسة ثانية على الجانبين اللي يمكن قياسهم، المهنة والقدرة المالية.
وجدوا أن 3% هذولي هم اللي قدروا ينجزوا أكثر من اللي أنجزوها 97% كلهم مجتمعين. في مقولة غالبا تقال أن الإنسان لا يخطط للفشل لكنه يفشل في التخطيط. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. 97% كانوا يخططوا طول حياتهم أنهم يدخلوا لجامعة يال، لكن بعد ما وصلوا لهدفهم ما خططوا لما بعد ذلك. دائما وأبدا بس توصل لهدفك خطط للي بعده. هدفك يصنع لك النجاح، والعمل يصنع لك قيمة، والإصرار هو اللي يخليك قدوة لما تصر على هدفك، مثل النماذج الكثيرة اللي شفناها اليوم. ختاما أبغى أختم وأقول مو مهم أنت وين الآن أو من وين بتبدأ، دائما الأمر المهم هو وين بتنتهي. خلي نظرك دائما على هدفك، ولا تفكر بالأشياء اللي بتدفعها، فكر دائما بالأشياء اللي راح تجنيها لما توصل لهدفك. شكرا لكم.